الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين ما خاب والله من تمسك بكم أمن والله من نجا والتجا إليكم يا رحمة الله الواسعة وأبواب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما ذاك المنى لو أن ذلك يحصل مريض يا مظلوم كربلاء أنا عيقت للطرف لا زيتنا وعيا ميج على طول الليالي بعد رجايا تترك الدم هاميا تتنزل ترى عيني كأن جفونها حلفنا بمن تنعاه ألا ترى محاجر تبكي الغوادي لئن فرقتها أول حرف ولم تكن لتجمع حتى الحشر إلا المخازي بحيال بيشجين حتى الأعادي غدا وزين العابدين مقيد بذلك الحباب وهو يقول يا يزيد ما غزلك بجدنا رسول الله لو رآنا على هذه الحالة فأمر يزيد بقطع الحبال فقطع يد فتكاب ابن بنات رسول الله على بعضهم البعض يا زين العباد فزعي الجزمة نحيها من شاف زينب عمتي بمجلس غريب Yeah.
يا غريب كربلاء يا هلالا يا هلالا لما استتم كمالا غاله خلفه فابدا يا أخي قلبك الشفيق علينا ما له قد قسى وصار صليبا يا أخي فاطمة الصغيرة تكلمها فقد كاد قلبها أن يدوم وتلتفت العقيل زينب إلى رأس الحسين وهو مرفوع على دروة السنان والرياح تلعب به يمينا وشمالا الصيح شلوب رأس حسين القرآنية تؤكد
على الإنسان هذا المسلم أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى اعتمادا كليا. وقد ضمن له النجاة، ضمن له السلامة، ضمن له الفوز. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يكفيه، يكفيه مؤونته، لأن الله سبحانه وتعالى هو القادر والمحيي والمميت، فهو الذي بيده كل شيء وما سواه لا يقدر على شيء. يعني واحد غير الله لا يقدر أن يجلب لنفسه نفعا ولا ضرا. ولهذا يقول بعض الشعراء: لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين القاف والنون. مهما كان الإنسان، حتى لو تحصل لك فرد يوم من الأيام إنسان مثلا توسط لك إلى عمل، أو دعاك مثلا إلى وجبة، أو جر إلى شيء من المنافع، وفي الحقيقة مو الفاعل هو هذا، وإنما هو سبب. سبب، والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. فآيات كثيرة جاءت تحث المسلمين على التوكل على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعليه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات. والتوكل على الله معناه ماذا؟ معناه التسليم، التسليم والرضا والطمأنينة، هذا معنى التوكل على الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله: لو إن أحدكم توكل على الله توكلا صحيحا لكان كالطير تغدو قماصا وتروح بطانا. يعني شايف الطير الصبح لما تنتشر بالفضاء تطلع من أوكرة ويجيك إلى البر أو إلى البحر، هاي معتمدة على الله، لأن هاي ما عنده مؤسسات، ليه رايحة تشتغل في شركة، في مؤسسة عندها زراعة، عندها حرفة، عندها صناعة، ما عندها شيء، هذه رايحة معتمدة على الله. فالله سبحانه وتعالى يقول: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. فأكو مثلا واحد يقدر على العمل، الله يقول له اعمل، اللي قادر على العمل الله يقول له اعمل، اللي مو قادر على العمل لا، الله سبحانه وتعالى يهيئ للأسباب. فيا أخي التوكل على الله بمعناه الاعتماد، زين، لكن مع الحركة، توكل على الله مع الحركة، مع الجهاد. توكل على الله وانت قاعد ببيتك صباحا، صباحا من الصبح لا تروح الشغل، وقول انا متوكل على الله وقعد ببيتك، وذاك يقعد ببيته وذاك يقعد ببيته وكلهم متوكلين على الله، يب الله عليك يمكن يعمر الكون. اذا كل واحد توكل على الله وقعد ببيته
منه للزراعة، منه للبناء، من يفتح الدكان، من يشتغل بالكهرباء، من يشتغل بالماء، يعني هاي كل تعطى الحريب لها عمال وصناع. فالله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان وأعطاه هذه القدرات، أعطى هذه الإمكانيات، أعطى عقل، أعطى قوة، قال اعمل أنت يا صاحب الفكر، اعمل فكرك. أنت يا صاحب القلم، اعمل بقلمك. كاتب، محرر، قارئ. أنت يا صاحب الحرفة، يا صاحب الصناعة، اذهب إلى حرفتك وإلى صناعتك، لأنه خلق للعمل. يعني كل إنسان لبنى من هذا المجتمع، عضو من هذا المجتمع، فهو يشترك بعمله مع المجتمع. فمعناها التوكل على الله ليس توكل، يعني يتوكل على الله لكن ما يعمل. يدخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول للنبي: أين ناقتك؟ هل عقلت ناقتك؟ ربطها؟ قال لي: لا والله اتكلت على الله وخليتها. قال لنا: روح أول عقلها ثم توكل. اعتقد أن الحافظ هو الله، لكن أنت عليك هم تجيب هالأسباب المقدمات. أول امضي إليها وعقلها، ثم بعد ذلك توكل. فالتوكل على الله معناه أن الإنسان يتحرك. يجي مثلا واحد مريض يمرض ببيته، ما يروح الطبيب مثلا، ما يشرب دواء، بس يعتمد على أن يتوكل على الله. لا، ما يصير. روح تعالج، اسمع نصائح الأطباء، اسمع وصفات الأطباء، اعمل بما يأمرونك الأطباء. وفي حين أنك تعمل هالشيء هذا، أنت متوكل على الله ومعتمد على الله. كذلك أنت لاحظ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كم غزوة غزا؟ غزوات كثيرة، خيبر، خندق، بدر، تبوك، مؤتة، غير ذلك. والنبي مستجاب الدعوة، يقدر قاعد في بيته يرفع ايده: اللهم اهلك مثلا فلان، هاي القبيلة، هاي اللي بيغزونا، الله يستجيب لهم ويموتون يسترحون منهم. لكن ما يصير، لا، اذا دعا عليهم وماتوا، ما صار فقر للنبي بعد، ولا للمسلمين، ولا صار اختبار للمسلمين. الآن يصير اختبار غير بالعمل، بالعمل. إذا الإنسان دخل إلى ميدان الكفاح، إلى ميدان الجهاد، عرف. وأما قاعد في بيته والله يهلك عنا الأعداء، ما صار إلى فخر هذا. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إذا اشتد بنا الوطيس لدنا برسول الله صلى الله عليه وآله كما يلود الحمام. يقول إحنا مع، يعني مع شجاعة الإمام علي سلام الله عليه، لكن يقول في المعركة، يقول كنا نعجز، إحنا كنا نعجز ونلود برسول الله. حتى أن نبي شج رأسه، يقولون إلى موسى: يا موسى، إذا أردت أن نؤمن لك
فاسأل الله أن يغنينا كلنا. إلى شيخ في تبرك واحد يملك له 4-5 فيلات، واحد مسكين يبغى له دراع يبعد فيه مو محصل. لا نحن ما نبغى الحشد، ما كنا مساوي، ما فينا نفقه. قال بس مو في صالحكم، ترى تموتون جوع، ترى تخرب دياركم. قال ما تخرب، احنا كنا اغنياء ومستطيعين، كيف نقدر نعمل زين؟ الله سبحانه وتعالى طبعا سأل موسى، قال انت العليم بما قال. هو الله اذا اراد شيء هو ما يعصر بعد شيء بيدك. ارسل سحابا فمطرت عليهم مجوهرات لؤلؤ وغيره، وظلوا لك الامور، صاروا كلهم اغنياء. قالوا ترسيني فلوس. صار يوم ثاني صبح راح ما مش اسواق، لا ما حد فتح هذه التكاكين، ما فتحوا اسواقهم. وين اللي يودون الرويد، اللي يودون البقر، يودون الخضروات، اكو احد منهم. وين الحماليه، وين اللي ماكو احد. كلهم استغنى. اخير واحد مسكين يريد شيء ياكل، ما مش حد يفتح. يريد واحد عمر يشتغل، ماكو احد. ازراع يريدون لها ناس يشتغلون، ماكو احد. حتى صار يموت الميت ما حد يشيله. بعد لو ذاك الوقت عندهم اتصالات كانوا يتصلون بدولة بعد غير ذيك الدولة ويستوردون منها، بعد ياخذون اليهم عمال. أخير تورطوا، ماتت ذرايعهم، ما بعد عمهم، ما بعد يشتغل. جاءوا إلى موسى قالوا له قال الله يعودنا مثل ما كنا قبل، مثل ما كنا من قبل كان نعود الآن. الله سبحانه وتعالى كريم لما يخلي هذا غني ويخلي هذا فقير، حكمة ما يصير لها الشكل. فعلى كل حال يا أخي، أن التوكل معناه الحركة مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. بس أكو أشياء الإنسان بعد ما إلى حول ولا قوة، يقف حائر أمام القضاء، فما عليه إلا أن يسلم لقضاء الله. يسلم لقضاء الله. عندما ألقي نبي الله وخليله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، عندما ألقي إلى النار، ذاك الوقت إبراهيم انقطع إلى الله انقطاعا شديدا. لأن في هالحالات هذه الإنسان ينقطع إلى الله. نزل عليه جبرائيل قال له يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال علمه بحالي يكفي عن سؤالي. ألك حاجة؟ قال له نعم. إليك لا، أنا مو محتاج لك، أنت جبرائيل قوي وعنده طبعا صلاحيات يقدر يتصرف. لكن الله عندما أرسله إبراهيم يقول له صحيح أنت قوي وأنت مرسل، لكن اللي أرسلك هو أقوى منك. حاجتي إلى الله، أما إليك فلا، لكن لربي نعم. فلما علم الله سبحانه وتعالى بذلك قال للنار يا نار كوني بردا بردا، وصارت باردة شديدة حتى اصطكت أسنان إبراهيم وسلامة، صارت زين معتدلة كيف لا حار لا بارد.
وبقي نبي الله إبراهيم في النار ثلاثة أيام. ثلاثة أيام النار تشتغل استعرت. شنو الاحتراق من إبراهيم؟ بس الرباط بس بس الوثاق الوثاق اللي أرتقوا فيه هو اللي أكلت النار حتى يفتك منه. اي والله. ولهذا يقول الشاعر: فلولاهم نار الخليل لما غدت سلاما وبردا وانطفى ذلك الجمر. ويقال ان ابراهيم قبل ان يصل الى النار نور الامام علي موجود وياه. فالنار كانت بردا وسلاما على ابراهيم، لكن هذا يقول لولاهم. يعني من؟ ولولاهم نار الخليل لما غدت. طبعا القصيد اولهم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشف والوتر الى ان وصل البيت. فلولاهم نار الخليل لما غدت سلاما وبردا وانضوى وانصفى ذلك الجمر. لولا اهل البيت، ها؟ لولا اهل البيت. وليش اشتعلت النار في المخيمات؟ اشتعلت النار في المخيمات. قال حميد بن مسلم: عندما اشعل النيران في المخيم جاءت العقيله زينب الى الامام زين العابدين، قالت لابن اخي: اشعل النيران بالمخيم، شو نسوي؟ قال: عم زينب اجمع النساء والايتام عندي في الخيمه. الخيمه اللي انا بيها. جمعت العقيله زينب النساء والاطفال بالخيمه، وقامت النار تنتقل من خيمه الى خيمه حتى وصلت إلى الخيمة التي بها الإمام زين العابدين. التفتت العقيلة زينب، صاحت: ابن أخي، وصلت النار إلى خيمتنا. قال عم زينب: حفظ النفس واجب، قطع أزرار الخيمة وعليكن بالفرار إلى البر. قال: ففرت النساء والأطفال. قال حميد بن مسلم: ورأيت طفلة خارجة من الخيمة والنار تشتعل بأطراف ثيابها. قال: فأتيت إليها لأخمد النار. يقول: والله لقد كسرت خاطري. أتيت إليها، نظرت إلي، خافت مني. قلت لها: لا تخافي، أنا أتيت لأخمد النار عن ثيابك. قالت: يا هذا أنت لنا أم علينا؟ قلت لها: لا لكم ولا عليكم. قالت: يا شيخ، ما قرأت القرآن؟ قلت: بلى. قالت: يا شيخ، ما قرأت؟ أما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنار. يا شيخ، أنا يتيمة وسائلة، أما يتمي فإن ليتيمة الحسين، وأما سؤالي إني أسألك. وين تسأل هاي الفتاة، هاي الطفلة؟ وأما سؤالي فإني أسألك عن طريق النجاة. قلت لها: وما تصنعين بالنجاة؟ قالت: لأمضي إلى جدي أمير المؤمنين وأخبره بما جرى علينا. قلت: بعيد عليك يا بني. قالت: إذن أنا عطشانة، ودني إلى المشرعة. قال: فأتت بها إلى المشرعة، فنظرت إلى الماء ولم تشرب منه شيئا. قلت: لماذا لا تشربين؟ صاحت: كيف أشرب الماء وقد قتل أبي
أخشانا أن أشرب لديد الماء على الجثمان صاحت السلام عليك يا أبا عبد الله أبا ضربوني أبا سلبوني أبا حركوا خيامنا قال حميد بن مسلم وعندما أشعل النيران بالمخيم رأيت امرأة واقفة والنار قد اقتربت منها قلت لها أمت الله النار وصلت إليك فلم تجبني ناديتها ثانية فلم تجبني في المرة الثالثة صاحت علي بصوت أذهلت عقلي وقالت يا شيخ لنا عليل في هذه الخيمة ألا منادر وسيدا قال فأقبلت وأخبر جماعة من بني أمية أقبلوا إلى الإمام زين العابدين أرادوا قتله ولكني جعلت دافعهم عنه ولكنهم جروا النطع من تحته وتركوه على رمضاء كربلاء ويصيح رويا يا ويصيح واد الله أن عشيرته وزراعة قومي الحار على ذاك العليل توقف يا فتى مسجى ولا عند صديقي مرضى لا فراش ولا وسادة فجح بكسر الوزير ناب يتقلب على شماله الله يعظم اجرك طاح النهر الله
دمى مات ما حد غمضى لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم انصر من نصر الإسلام انصر من خذل الإسلام اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا جعله الله بآخر العهد يا كريم فضل المؤسسين في أنفسهم وأهليهم وجماعتي الحاضرين إلى هذه الأمة المدهمة عن هذه الأمة بحق محمد وآله سرد الظلمة وعجل يا إلهي فرج ولي زمانك. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس حامل لوائك وساقي عطشائك، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدوا بين يديك، السلام عليكم وعلى ملائكة الله الحافين حول قبوركم المستغفرين لزواركم، رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم، والصلاة والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا غريب الغرباء يا بعيد المدى والسلطان علي بن موسى الرضا، أيها الراضي بالقدر والقضاء، السلام عليك وعلى آبائك السبع وأبنائك الأربعة، السلام عليك وعلى أخيك القاسم وأختك فاطمة المعصومة، السلام عليكم وعلى ملائكة الله الحافين حول قبوركم المستغفرين لزواركم، رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم، والصلاة والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الأمر والزمان وشريك القرآن ومظهر الإيمان وقاطع البرهان، إمامي وإمام الإنس والجان، سيدي عجل الله لك الفرج وأوضح لك المنهج وسهل لك المخرج، وجعلنا الله من أنصارك وأعوانك، السلام عليك وعلى آبائك وأجدادك المنتجبين الميامين جميعا ورحمة الله وبركاته، والفاتحة مع الصلوات على محمد وعلى